قوموا بعلاقات جنسية محمية. هي مسؤوليتكم، عليكم أن تقوا أنفسكم. وهذا المرض كلنا معرضين أنه كمان نكون مصابين فيه. كل لحظة من عيشة ممكن تأثر عبكرة. وأن ينتبهوا وأن لا يتعاطوا المواد السامة خاصة المخدرات التي يفقد الإنسان فيها وعيه. الأيدز منه عيب بس فيكم تتوقوا منه. اهتموا لحياتكم وعلاقاتكم وخياراتكم، لأنه الحياة بحد ذاتها أمانة ومسؤولية. كل اليوم صار بيعرف كيف يحمي حاله. انت شو ناطر؟